كيف أتعامل مع روح السحر؟ وإيه الدور اللي عليا علشان أغلبه أو ما يأثرش فيه؟ هي أرواح السحر أرواح غواية. يعني إيه أرواح غواية؟ يعني دلوقتي واحد رايح للساحر أو واحدة رايحة للساحر، بتقول له إيه؟ بتقول له يا ساحر أنا عايزة جوزي يكره أمه اللي هي حماتي ويحبني أنا. الساحر يقول لها حاضر، هتدفعي كام؟ تقول له أدفع 10 جنيه، يقول لها 10 جنيه مبقتش فلوس دلوقتي، ادفعي 500 جنيه. تقول له حاضر 500 جنيه اهم. فيقعد يجيب العفاريت بتوعه ويقول له يا شمهورش بمهورش روح لجوز الست دي واغويه انه يكره امه اللي هي حماتها وانه يحب الست دي. فطبعا روح السحر الراجل قبض، روح السحر يروح لجوزها بقى ويغويه، يغويه بروح الكراهية ناحية امه، ويغويه بروح الاشتهاء ناحية الست دي. خلاص يبقى كده نجحت المهمة، عملت اللي هي عايزاه. بس ابليس لو هي مش في الحق ما كانش ابليس ركبها وركب جوزها وركب حماتها. ناخد نموذج تاني، نموذج معروف، قصة تاريخية بقى. قديس كبريانوس اسقف قرطاجنة في تونس في شمال افريقيا. كبريانوس ده كان ساحر، وفي شاب عجبته بنت من البنات المكرسات بتوع الكنيسة. هل في الوقت ده كانت الكنيسة فيها مكرسات وعذارة والكلام؟ طبعا. فهو عايز يتجوزها، فهي قالت له يا استاذ انا مكرسة وروح شوف لك حد تاني. فهو حاول مرة ومرتين، يا استاذ انا مكرسة وشوف لك حد تاني. دي قصة حق ايه بس انا بعمل لها اخراج. فراح لمين؟ لكبريانوس. فقال له الحكايه كذا كذا، وفي بنت من بنات المكرسات بتوع الكنيسه دول وانا عايز اتجوزها. فكبريانوس قال له ده انا جايبها لك على وشها، ادفع. حاضر، انا بقول القصه زي ما هي في التاريخ. كبريانوس حضر الشياطين بتوعه وقال لهم يلا روحوا على فين؟ على الاخت دي. فراحوا ورجعوا بسرعه، ما عرفوش يعملوا شغل. فكبريانوس بيقول للعفاريت بتوعه رجعتوا بسرعه ليه؟ قالوا له ما قدرناش ندخل البيت لأننا لقينا البيت محاصر بطوق من النار. كبريانوس قام حرق كتب السحر وآمن بالمسيح وبقى قديس كبريانوس. ده مختصر القصة. فدلوقتي السؤال أعمل إيه مع روح السحر؟ الإجابة القصة شافية، بس أنا حبيت أشرح هو روح السحر بيشتغل إزاي. روح السحر روح خطية، روح غواية، اللي مفتوح للغواية والأفكار والخيالات والكلام ده كله هيشتغل له. اللي محصن بمحبة المسيح والصلاة بقى شغالة بتوج النار، خلاص روح السحر ما يعرفش يدخل. طبعا ده اذا كان معنى السؤال اعمل ايه مع روح السحر ما يجيش عليا من بره. لكن لو كان السؤال معناه اعمل ايه مع روح السحر اللي انا ورثته من اللي قبل كده، طبعا انا قلت كذا مره انك لازم تلجأ لحد من الاباء الروحيين يفكك منه ويطرده وتثبت بقى بتوبه عشان ما يرجع لكش تاني.